أغنية قوم وقف لبهاء سلطان هنسمعها بصوت عبد المجيد إبراهيم من السعودية. عشان أصلحك وأرضى عليك حاجات كتير لازم تعملها، وعشان أسامحك وأرضى عليك حاجات كتير ودي أولها. قوم وقف وأنت بتكلمني، قوم وقف بص لي وفهمني، قوم وقف وأنت بتكلمني، قوم وقف بص لي وفهمني. عبد المجيد، أغنية هيصت فيها المسرح وقلبت بيها الجو هنا في المسرح. عاوزين نعرف رأي اللجنة من خلال الضوء. عبد المجيد 4 أخضر. اللجنة الأسبوع اللي فات ما كانتش راضية عنك قوي، بس النهاردة في إجماع 4 أخضر. مدام شاهين اتفضلي. عبد المجيد انا حابه فيك قوي ان انت بتاخد او بتسمع الاخطاء وبتلحق بسرعه ان انت تعالجها او تتجنب الاخطاء. النهارده اختيارك للاغنيه دي بيشمل حاجتين، هي جماهيريه جدا وفعلا تشد الناس، وفي نفس الوقت فيها غنى جامد قوي قوي قوي، فانت حققت المعادله بين الاثنين وانت كنت ناجح وجميل جدا النهارده. راجع نفسك بس في الحركات اللي بتعملها دي بس. انا كنت متوقع شويه وترقص بريك دانس يعني، كنت توقعت طبعا لما اختاروا الاغنيه استانست انت طبعا جوك اكيد مرتاح ها. شوف وبعدين ما شاء الله متابع الكاميرات، يعني الكاميرا هذه تلحقها الكاميرا ذيك، يعني انا اشوف انت اعرف ان الكاميرا منك انت، اي اللايف يعني منك انت تطالع. مخرج عبد المجيد، خامة صوت
مشرفة الحقيقة، يعني شيء احنا نفخر فيه، خامة صوت جيدة جيدة. انا مع مدام جيهان، انت نجم فعلا، ممكن تكون نجم في عالم الغناء. ما راح اقول لك اي ملاحظة سلبية، انت اليوم كنت رائع، كنت رائع، خلاص انتهى. صوت جيد جميل وواثق، لكن انا حسبت فكرت في شتي وبرق، لان شفت ورعد وبرق وما عم نعرف شو عم بيصير، افتكرت في عاصفه. اسم الله حولك، يعني ما بعرف عملت، بس عم ما بعرف اذا منيح تطلع كل الوقت بالناس هيك واحد واحد. خليك فوق، ممتاز. الو. الحلو فيك اللي بدنا نقوله انه حسب الاغنيه بتغير تعبيرك الكلي، تعبير جسدك ووجهك وحركتك كلها بتتغير على المسرح حسب الاغنيه. يعني اذا كانت كلاسيكيه بتصير كثير رومانسي، اذا كانت فيها ايقاع بتشعل المسرح. واليوم يعني كنت ولعان على الاخر، عارف كيف؟ مع انه يعني كنت بدي اقول لك شغله بس مش رح اقول لك اياها. برافو عليك، موفق حبيبي. يلا انت الدنيا حر، وانت كل ما بتغني بتعرق. حر صح؟ جماعه ولعوا لنا التكييف. عبد المجيد شفناك في سوبر ستار اكسترا الجمعه اللي فاتت بتشارع اللجنه، اللجنه الاسبوع اللي فات ما كانتش راضيه عنك قوي، ما تعودناش عليك انك انت تتكلم مع اللجنه. ايه اللي حصل؟ حسيت انك انت المره اللي فاتت اتظلمت مثلا او لا؟ لا لا خالص، بس هي الفكره هم كان ليهم وجهه نظر انا ما كنت فاهمها. انا كنت بقول ان الطبقه هي الاغنيه، اختيار الطبقه هو ممكن يكون اختار الطبقه اللي خاطئ، لكن انا ما كنت بصرخ وقتها، بصرخ بسبب ان الطبقة نفسها عالية، الدوزان اللي انا واخد منه الاغنية عالي، لو كانت وطيت شوية كانت هتكون احسن. استاذ نبيل عندك تعليق؟ انا طبعا تفضل. طبعا لان اخر الايام متسابق عندي الحين، انا طبعا سمعت الجميع وسمعتهم لايف طبعا، اللي هو افضل طبعا. لا ما اسمع اليوم، سمعت الحقيقه يعني مثل ما قلت، اصر اقول اختيار ايضا فعلا اللجنه اختارت اصوات مشرفه كلها الحقيقه بدون ما احدد. ولكن بالنسبه لعبد المجيد عنده يعني يمكن الشيء اللي يسويه الحركه هذه، خليك استمر انت طبيعي ولا ترد على احد. اسمع مني، انت عندك شخصيه كاريزما، هذه مالتك، هذا خطك، لا تسمع كلام احد، انت صح. على فكرة أنا أنت شديتني من قبل حلقتين بسبب الطريقة مالتك هذه، وبعدين ما شاء الله عليك تغني حقيقة أنا معجب فيك، وأتمنى لك النجاح أنت وأصحابك إن شاء الله. الله يخليك. شكرا شكرا شكرا. برافو عبد المجيد. أستاذ عبد الله، شوف عبد المجيد، اليوم كانت بعد طبقة عالية بس ما صرخت، ما كان في صراخ اليوم. المرة اللي فاتت طبقة عالية كان في صراخ، وكان في فارق عن الطبقه في لما طلعت النوته الاخيره اخر بالقفله، كان في نشاز، يعني كنت صاعد او نازل عن الطبقه ما اذكر، بس لما عدنا سمعناها كان واضح جدا، ما يختلف عليها اثنين ان كنت فارق عن الطبقه بسبب انفعالك وصرخك. اليوم ايضا الطبقه عاليه، انت اليوم كانت في طبقات عاليه ولكن كنت مرتاح، ما كنت تصرخ، كان مسيطر على نفسه، كنت مسيطر على نفسه. شكرا استاذ عبد الله. عبد المجيد، نسمع جوابك بسوبر ستار اكسترا نهار الجمعه. يمكن يجاوب عليك نهار الجمعه بسوبر ستار اكسترا.